هل داود قدم أبناء شاول السبع آسف أعتذر كذبيحة بشرية لإرضاء الرب اللي هو موجود في سفر صمويل الثاني 21؟ يمكن صيغة اللي أنا بقولها دلوقتي مخالفة شوية للسؤال اللي سألوه بعض الإخوة الأحباء، ولكن المعتاد أستاذة نيكول وكل الأساتذة الأحباء اللي بيسلموا، ربنا يبارككم وماري كريسمس للجميع. يتهم البعض أن إله العهد القديم كان بيرضى بالانتقام والذبائح البشرية، ويقولوا أهو بصوا داوود عمل إيه، اللي هو نبي الرب ذبح أو قدم أبناء شاول السبع عشان يتذبحوا، وبعدها ربنا رفع القحط وأنزل المطر زي ما بيقولوا في صمويل الثاني 21. الحقيقة الكلام ده خطأ على الإطلاق، ده خطأ فعله شاول بل آسف داود، بل أقدر أقول سلسلة من الأخطاء قام بيها داود، مع ملاحظة السبعة اللي اتقتلوا ما كانوش أبرياء للدرجة دي، وده اللي ناس كتير ما بياخدوش بالهم منه. الحقيقة اللي يقول الكلام ده هو بيكون ما درسش القصة أو متحامل كالعادة على الكتاب المقدس. فالخطأ ده خطأ مركب من شاول وأبنائه والشعب وداود ثم الجبعونيون. ربنا للأسف في هذا الموقف محدش رجع له ولا التجأ لربنا ولا طلب مشورة الله، إلا فقط في البداية. ففقط لما ربنا تسأل هو الجفاف ده بسبب إيه، وضح إن ده خطأ شاول، لكنه لم يأمر ببقية الأحداث اللي اتقتل فيها السبع، بل ربنا ما كانش قابل باللي حصل ده، وعاقب الكل بعد ذلك بمجاعة كمان. ليه؟ لأنهم عالجوا خطية بخطية تانية. فقصة دي بتاعة أبناء شاول السبع هي قصة محزنة، وضح فيها الكتاب المقدس مش اللي كان المفروض يتعمل. أنا مش عارف مين الناس اللي بتنزل لينكات على التكست، خلي بالكم. طيب شكرا أستاذ روكي، ربنا يباركك. لكن هو الكتاب المقدس في الأسلوب الروائي المعتاد وضح الخطأ ونتائجه، مش وضح اللي كان المفروض يتعمل، ده وضح الخطأ. والأسلوب الروائي عمره ما بيقولك تعمل إيه وما تعملش إيه، الأسلوب الروائي بيقولك نتائج الخطأ بتبقى إيه. ندرس القصة بشيء من التفصيل باختصار على قد ضعف عشان الوقت. القصة تبدأ من أيام يشوع بن نون. ففي يشوع 9 لما جاء يشوع يطهر أرض كنعان ويدخل أرض الموعد، أهل جبعون عملوا الخدعة ليشوع وادعوا إن هم من أرض بعيدة، وعارفين إن هم لما جه بعيش ناشف وأزقة متشققة عشان يقولوا إحنا جونا من حتة بعيدة قوي، فخافوا من يشوع. ويشوع بدل ما يصلي ويطلب من ربنا أن يعلن ليه تسرع وعقد معهم الصلح، وبعد كده اكتشف إن هم عايشين في وسط الأرض اللي هو مفروض يمتلكها، ولكن إن هم ادهم عهد احترمهم. لكن نلاحظ بعد كده الجبعونيون ما صنعوش زي بقية الشعوب الكنعانية، عشان كده ربنا حافظ ان هو يستبقيهم ويحافظ عليهم. لكن للأسف جه شاول الملك الشرير اللي ما بيسمعش وصايا ربنا ولا بيرجع للكلام اللي قاله ربنا، فقتلهم عن غيرة وبجهالة. ليه؟ عشان يستولى سبطه اللي هو سبط بنيامين بما فيهم أولاده أحفاده، علشان يستولوا على مالهم دون مراعاة لقسم يشوع ليهم. وخاصة ده كان في قرب نهايات حياة شاول، لما كان وصل خلاص قرب 80 سنة أو حاجة و70 سنة، يعني أحفاده كانوا اوريدي رجال حرب في الجيش. فلم يحترم شاول المعاهدة بتاعة يشوع، ولا خلاص قبول ربنا انتماء الجبعونيين وإن هم يعيشوا بسلام وسط شعب إسرائيل. وعشان كده عانى الجبعونيين من شاول ورجاله بما فيها أولاده أحفاده، لأنه قتلوا منهم كتير شاول وأحفاده وطردوا البقية من موضعهم وحانثوا العهد المقام بينهم. وللأسف بعض من الشعب وخاصة اللي كانوا مع شاول فرحوا باللي عملوا. ليه؟ لأنهم ورثوا هذه الأرض. أهلا وسهلا بيك أستاذ روكي، ربنا يباركك عزيزي. وأخذوا هذه الأملاك، ودي كانت خطية عظيمة جدا لشعب إسرائيل، بداية من شاول وكل اللي اشترك في هذه الحرب بما فيها هؤلاء السبعة، والشعب اللي ما اعترضش على هذا
وهؤلاء السبعة كانوا المفروض يتعاقبوا كل اللي قام بهذه الفكرة بداية من شاول وكل اللي معاه لأنهم فعلوا شيء يخالفوا فيه وعد يشوع. جه بعدها داود ولا تزال هذه الخطية حتى الآن بلا عقاب، وربنا بيمهل ولكن ما بينساش. ففي سفر صمويل الثاني ربنا حب يذكرهم، الناس كلها محدش خالص التفت للخطية دي، فحب ربنا يلفت نظرهم للخطية دي وأكشولي يعاقبهم ويطهرهم من الخطية دي. فحصل إيه؟ كان جوع في أيام داود 3 سنين سنة بعد سنة، فطلب داود وجه الرب. للأسف داود طلب وجه ربنا متأخر شوية. فقال الرب إيه سبب الجوع ده؟ لأجل شاول ولأجل بيت الدماء، يعني دول قتلة والقاتل يستحق العقاب والقتل، لأنه قتل الجبعونيين، ما كانوش عملوا حاجة لكن قتلهم بدون ذنب، فقط عشان ياخد الأملاك دي ويديها لولاده وأحفاده ورجال الحرب بتوعه والسبط بتاعه وبقية الناس اللي معاه. دليل أنه الرب أجاب للطلب منه أول ما صلى داود لربنا بعد 3 سنين للأسف في هذا الموقف، ربنا قال لي داود على طول ده لأجل أنا أديت لكم العقاب ده لأجل إيه؟ لأجل قتل الجبعونيين. وربنا أضاف شيء مهم، لأجل بيت الدماء. يعني مش شاول بس لوحده المخطئ اللي هو سفك دماء الجبعونيين، بل أيضا بيته يعني أولاده بما فيهم السبعة دولة. فالسبعة دولة اللي هتكلم عنهم الأعداد لاحقا اشتركوا مع شاول في ذبح الجبعونيين بدون ذنب، وبناء على الشريعة القاتل يقتل. واضحة؟ أستاذ جاك أنا لسه معلق على الموضوع ده عزيزي، فأشكرك وانتظرني قليلا ندرس أبعاد القصة أكتر. داود لما استمرت المجاعة 3 سنين بدأ يطلق ربنا لأنه حس إن حاجة غريبة في المجاعة دي مش حاجة طبيعية، لكن واضح أنه أخطأ خطأه الأول في الموضوع ده لأنه ما سألش ربنا مباشرة. لو كان اتأخر المطر وسأل ربنا مباشرة ما استناش 3 سنين، كان ربنا قال له أنا حددت عقاب لأجل بيت شاول بيت الدماء 3 سنين. وده دايما يوضح لنا أن احنا للأسف أحيانا كتير ما نروحش ربنا غير لما يكون آخر حاجة، ما بروحش ربنا في البداية للأسف. الرب فقط أراد أن يوضح غضبه من الظلم اللي عمله شاول وبيته بما فيهم السبعة دولة، والمجاعة مثلا كانت رهيبة للمسؤولية القومية تجاه العهود المقطوعة لأن الشعب وافق على الفعلة، والعقوبة عامة لأن الشعب فرح أنه ورث أرض الجبعونيين وخد أملاكهم ومحدش يتحرك ضميره أن ده ظلم. وده على فكرة الموضوع ده يوضح أن ربنا ده هنا دافع عن الجبعونيين، هنا ربنا عاقب شعب إسرائيل بثلاث سنين جوع عشان خطر الجبعونيين كنعانيين by the way اللي دايما يتهموا ربنا بالدموية دون ما يقروا بحيات. ده الموقف هنا العكس، ده ربنا بيعاقب إسرائيل لأجل الجبعونيين الكنعانيين. هنا عهد وقسم اتكسروا، فالرب أخبر داود العقاب اللي بيتم ده سببه إيه. طب عقاب بيتم خلص انتهى، فحقا شعب إسرائيل كان يستحق هذا العقاب لأن ربنا ما بيقبلش ظلم من حد وما عندوش محاباة. جبعونيين يغلطوا يتعاقبوا، كنعانيين يغلطوا يتعاقبوا، شعب إسرائيل يغلط في حق جبعونيين يتعاقب. انتهى الأمر للأسف داود قام بالتالي، أحيانا يكون خطأ أن الإنسان بار بزيادة. فدعا الملك الجبعونيين، بس ربنا هو أوريدي بينفذ العقاب الثلاث سنين اللي خلاص الرب يخلصوا أو خلصوا، وقال لهم، والجبعونيون ليسوا من بني إسرائيل بل من بقايا الأموريين، وقد حلف لهم بني إسرائيل وطلب شاول أن يقتلهم لأجل غيرته على بني إسرائيل ويهوذا. هو مش غيرته، هو يعني غيرته أنه هو عايز كل الأملاك تبقى ليهم. الأمر الثاني اللي أخطأ فيه داود أنه ما سألش ربنا طب أكفر عن الأمر إزاي. لو كان سأل ربنا ما ربنا كان بيقول له أنا بعمل العقاب، وكانوا استدعاهم ساعتها ويقول لهم على فكرة ربنا أعلن لي إن هو عمل 3 سنين مجاعة عقابا للظلم اللي تعرضتوا له. لكن هو كمان الخطأ الثاني إن هو متأخر في الطلبة الأولانية
وتسرع ان هو كلمهم من غير ما يقول لربنا. فكان الموقف ممكن ينتهي تماما ان هو يستدعيهم ويقول لهم على فكرة ربنا جاب لكم حقكم بثلاث سنين مجاعة. العدد يقول ايضا لاجل غيرته، هي مش غيرة للرب بل تعصب لسبته. وقال داود للجبعونيين ماذا افعل لكم وبماذا اكفر فتباركوا نصيب الرب. بدل ما يسأل داود ربنا هذا السؤال اعمل لهم ايه، يعني اتعوضهم ازاي، هو رايح لهم عشان يتقال عنه ان هو كويس وحنين ومش عايز اي شيء عشان يكونوا سبب بركة ربنا عليهم. فقالوا له الجبعونيين ليس لنا فضة ولا ذهب عند شاول ولا عند بيته. ليه؟ لان بيت شاول بما فيهم السبعة دول اشتركوا، وليس لنا ان نميت احدا في اسرائيل. فقال مهما قلتم افعل لكم. وده تعهد او حلفان ملكي اخطأ فيه داود لانه كان المفروض يسأل ربنا قبله. هنا تبدأ خطية الجبعونيين، هم في مرارة الظلم اللي عمت عينيهم فقرروا ان يكون الثأر هو الحل، فقالوا الدم مقابل الدم، شاول وبيته ذبحونا وعملوا فينا الكلام ده يبقى احنا عايزين دم قصاده. فللأسف ولكن هم ما طلبوش سفك دم بريء من اليهود، ده اللي هم بيقولوه، وما طلبوش فضة أو ذهب، وما استغلوش الموقف أن يحصلوا على مصلحة مادية، لكن ده برضو ما يعفهمش. طالما ربنا قرر العقاب يكون جفاف ثلاث سنين كان يشكر ربنا. حتى الآن داود لم يطلب من ربنا يعمل إيه، وما طلبش منهم حتى أن هم يصلوا ربنا وربنا يقول لهم إيه، وهو ملك ممسوح، ده مسيح الرب الملك الممسوح ما يقدرش يركع في وعوده. فقالوا له بناء على كلامه بناء على وعده، فقالوا للملك الرجل الذي أفنانا شاول وبيته والذي تآمر علينا ليبيدنا، اللي حب يقتلنا بالكامل عشان يدي الأملاك دي لكي لا نقيم في كل تخوم إسرائيل، اللي كان عايز يبيدنا إبادة جماعية بالكامل بدون ذنب، هو ده هم عايزين بقى التعويض. فلنعطي سبع رجال من بنيه فلنصلبهم للرب في جبعة شاول مختار الرب. فقال الملك أنا أعطي. أولا هم ما حددوش أسماء عشان ما يحرجوش داود، لأن عارفين داود بيحمي مفبوشث وعارفين أنه هو أصلا ما اشتركش في الحرب لأنه مشلول، وخاصة أنه هو أقسم لسليمان ومش هيقدر يرجع برضه في وعده. فقالوا له سبعة، واضح ان هم عارفين ان السبعة دول هم الفضلين احفاد لشاول وهم دول اللي اشتركوا في الحرب. للأسف داود هنا يقع في الخطأ الثالث في القصة، فيقبل لانه اعطاهم وعد بدون ما يسأل ربنا. فيمكن ربنا لو كان برضو صلى له داود، لو قال لهم طيب هصلي ربنا وارجع لكم، كان ربنا هيلاقي له حل افضل من تعليق الاجساد دي بالطريقة ده، لأن ربنا لا يرضى بالذبائح البشرية وكان ربنا أعلن شيء للكل. لكن الأمر اللي نستشفه رغم أنه لم أعلنش أن أولاد شاول اشتركوا معاه في قتل الجبعونيين، ولكن واضح أنه قال بيت شاول فهم مسؤولين عن القتل، فواضح أن أبناء شاول دول المتكلم عنهم السبعة دول اشتركوا بالفعل في قتل أبناء أبرياء، أبناء الجبعونيين الأبرياء وذبحوا الجبعونيين، فهم يستحقوا القتل. لكن ده برضو لا يعفي داود ولا الجبعونيين ولا الشعب اليهودي من الخطية دي. كويس عزيزي اللي بتكتب على التكست، استنى شوية صغيرة، لا تسجيل ولا غيره يا عزيزي، أنا معك. أستاذ جامايكا جيمس كل سنة وحضرتك طيب، أستاذ الحبيب ربنا يبارك. وأشفق الملك على مفبوشث ابن يوناثان ابن شاول من أجل يمين الرب التي بينهما بين داود ويوناثان ابن شاول. فأخذ الملك ابني رصفة ابنة إيلة الذين ولدتهما لشاول، أرموني ومفبوشث، وبني ميكال اللي هي أخت ميكال ابنة شاول الخمسة الذين ولدتهم لعدرائيل ابن برزلاي المحولي. السبعة دول كلهم رجال حرب، وطبعا ما أخذش هذا الإنسان اللي هو أيضا بالإضافة لابن يوناثان والوعد، ولكن أيضا أكيد ما اشتركش في الحرب فهو أصلا مصاب. وسلمهم إلى أيدي الجبعونيين فصلبوهم على الجبل أمام الرب، فسقط السبعة معا وقتلوا في أيام الحصاد. وهنا نيجي لحاجة خطيرة جدا في أولها في ابتداء حصيد الشعير. سلب الجبعونيين السبعة ربما بعد ما قتلوهم،
خطيه داوود هو ما سالش ربنا يخرج من المازق ده ازاي، وتسرع بوعد واضطر ينفذ الوعد اللي قاله. خطيه الشعب ان هم انفرحوا بذبح الجبعونيين وما عملوش اي شيء، وخطيه الجبعونيين ان هم طلبوا دم قصاد دم. واكبر خطيه هي كانت لشاول وابنائه بما فيهم السبعه دول ان هم ذبحوا الجبعونيين بدون ذنب. لكن لا نجد اي امر من ربنا في هذه القصه البشعه، لا ربنا امر بقتل الجبعونيين ولا امر بعقاب اي حد ولا امر حتى بقتل هؤلاء الابناء السبعه. ربنا ليس له علاقه في هذه القصه، بل الله لم يتم استشارته في هذا الامر. امر مهم جدا وقالها لنا العدد بطريقه جميله يمكن البعض ما بياخدش بالك منه، بيقولوا ايه؟ بس ما هو ربنا نزل المطر بعدها، يعني رضي باللي تم. really؟ طب ما نركز شوية. بيقول ايه؟ عدى 3 سنين جفاف جفاف جفاف، بقت مجاعة، مفيش حاجة قادرين يزرعوها. بس هنا الكلام مش على زمن الجفاف، هنا الكلام عن ايه؟ هنا الكلام عن بعد ما زرعوا وفرحوا بالزرع بتاعهم وجه زمن الحصاد، يعني بعد كام شهر من ان العقاب خلص والمطر نزل وزرعوا الشعير وطلع الشعير وخلاص هيحصدوه. خدتوا بال حضراتكم؟ يعني ربنا خلص كان عقابه، ربنا خلص الدور بتاعه اللي كان هيعمله وانتهى العقاب. 3 سنين الجفاف كانت خلصت ونزل المطر وزرعوا الشعير، لان ارض اسرائيل ما عندهمش الزراعه بتعتمد على المطر عندهم، وجاء وقت حصاد الشعير. يعني اللي فعله داود ده مش بس في سوء فهم ودون الرجوع من الرب، ده ربنا كان بالفعل انتهى من عقابه. فاهمين نقصد اقول ايه؟ ده زمن حصاد، يعني اللي عمله داود ده كان ربنا انتهى من العقاب اللي كان شايفه مناسب، لانه ما يرضاش على الذبائح البشرية. فربنا اكشل عاقبهم بطريقة تانية على الفعل الخطأ التانية اللي عملوها، اللي هي تقديم السبع دول. ايه هي؟ لما ينزل سيل في وقت الحصاد يحصل ايه للمحصول؟ يبوظ، صح ولا انا غلطان؟ فاخذت رصفة ابنة ايلا مسحا وفرشته لنفسها على الصخر من ابتداء الحصاد حتى انصب الماء عليها من السماء. تعبير انصب يعني ده تعبير سير جارف، يعني ربنا حتى كمان مرضيش على ان الناس تتعلق بهذا المنظر. يعني لا ربنا كان راضي بظلم شاول الجبعونيين، ولا رضى على سكوت شعب اسرائيل فعاقبهم بالجوع 3 سنين وكان انتهى الجوع، ولا كان راضي بتعليق ذبائح بشريه. لكن علينا نسال سؤال من النوعيات دي اللي بيتعامل مع الله، اللي هي ربنا حط شريعه عشان الانسان ما ينتقمش، يعني المفروض يكون في قاضي، ولكن هنا ليه ما لجأوش للقضاء؟ على الأقل إن كان ربنا حتى يدي يعني إرشاد للقضاء يحكمه. وغالبا لخطية داود وتراكم الخطية وكمان تكبر قلبه وافتخاره بالشعب، كمان حصلت لسه مجاعة تانية بعدها في إصحاح 24، وهي كانت 4 سنين تكميلا لل3 سنين اللي حصلوا في مجاعة إصحاح 21. عشان كده تلاقوا ملوك يتكلم على مجاعة 3 سنين تانية معايا. فهو في مجاعة حصلت 3 سنين والفترة اللي حصلت فيها سنة هذه الأحداث، وكملت المجاعة ب3 سنين تانيين. وأخبار الأيام يتكلم على 7 سنين إجمالي، اللي هما 3 سنين والسنة و7 سنين. ده القصة باختصار شديد جدا. شاول اللي هو بيرمز إلى اليهود المتكبرين في أيامها جاحد الإيمان، الجبعونيين يرمزوا إلى الأمم اللي ربنا كان سايب لهم باب التوبة مفتوح واللي دخلوا في ميثاق مع يشوع اللي يرمز للرب يسوع المسيح، يشوع الحقيقي. وعانت الكنيسة كتير من اليهود رافض الإيمان، ولكن ربنا بيسمح في الوقت المناسب بالطبيعة اللي بتوضح ربنا بيعمل إيه مع الخاسر. فالحادثة دي نموذج لصلب المسيح اللي بصلبه رفع غضب ربنا عننا عشان ينسكب علينا الروح القدس كرمز،
ولكن للأسف دايما البشرية ما بتبصش لعمل ربنا أولا. ربنا يبارككم، أشكركم على السؤال.